صد رد أكثر من 7 مليون مشاهدة لمقاطعهم على يوتيوب، أوكي، و14 ألف مقطع على يوتيوب، وهم ثاني صفحة بالأردن عليها يعني talking about بالأردن بعد طبعا صفحة الوكيل، مش هيك؟ فأنتوا ثاني صفحة. أهلا وسهلا بفريق صد رد، رح نتعرف عليهم مع إيهاب زهير. أهلا وسهلا إيهاب. أهلا بك. أهلا وسهلا حسن هاني، حضرتك كاتب وممثل بصد رد. وأهلا وسهلا يزن الشمايلي، حضرتك كاتب وممثل بصد رد. أهلا وسهلا حمود الدباس، حضرتك كاتب ومصور بصد رد. أهلا وسهلا فيكم، ونحن هلأ رح تكونوا على شاشتنا برمضان بمجموعة جديدة من المقاطع إن شاء الله. طيب يزن، هلأ رح أبلش حديثي معك. أنتوا أولاد جيران وهيك بلشتوا؟ أصحاب بالضبط. أصحاب أولاد جيران. كيف، احكي لي بالضبط كيف بلشتوا؟ بصراحة يعني هلأ احنا علاقتنا ببعض، صحبتنا ببعض كانت يعني من طفولة، من احنا صغار يعني. انا وحسن صحبة، جيران برضو عند دار جدي، حمودة يعني جيراننا بيت ببيت، يعني تقدر ربيانين مع بعض، تقدر تحكي ربيانين سوا. حسن اول ما تعرفت عليه كانت ببالي في فكرة كاتب نص، وزمان انا وحسن مرة بال 2008 كنا اكثر من حدا كان بيجي بيحكي لنا اعملوا مثلا فيديوهات او شيء، اعمل لكم شيء كوميدي له داعي بالكوميديا، اعمل لكم شيء ستاند اب كوميدي. انا وحسن اكثر من حدا كان يعني بيحكي عن شخصيه الفكاهه او شيء بحسوا فيها بشخصيتنا الفكاهه، فكل حدا كان مراتنا يحكوا لنا انه ليش ما تعمل لكم شيء شو ستاند اب كوميدي. لسه وقتها ما كان طالع شيء يوتيوب انه ناس تعمل فيديو تنزل عليه، كان كثير ما كانش معروف بالزبط. هذا الشيء فانا وحسن اكثر من حدا، فقررنا مره انا وحسن نعمل فيديو. نزلنا فيديو بال 2008 كان اسمه صدرد، ومنزلينه بس احنا عاملينه برايفت على الشانل تبعتنا اصلا، لساته تشيز موجود لهلا. بس احنا عاملينه برايفت على الشانل عشان كان لسه قديم، وبال 2008 اول ما بلشنا ومصورينه حتى على هاندي كام يعني، واسمه صدرد برضه زي ما حكيت لك. منزلناه بس ما لقي دعم، كان البرودكشن تبعه كتير ضعيف، ويك برودكشن يعني مش البرودكشن القوي، ما كان في معنا ناس، ما كان معنا مخرج، كنت بس انا وحسن براسنا، ما يعني في حتى لا حمودي. زي اصحاب بالضبط، فكره بالضبط بالضبط. بعدين بحكي لك ما لقت يعني دعم، ما حدا اهتم لها، حكى معنا اكثر من حدا هيك اكثر من جهه، بس كان شيء كثير. ومنزلينها على الفيسبوك حتى ما نزلناها يوتيوب، يعني رفعنا عنها الميديا بلاير تبع الفيسبوك حتى وقتها. فلما نزلناها ما لقت دعم، بعدين اجلنا الفتره راحت، رجعنا، رديت انا رجعت لمصلحتي، كنت انا اشتغل اللي هي بالهوتيل مانجمنت وهيك والمطاعم، وحسن بيشتغل كان بدي وان جي، هو اصلا دارس انيميشن وإديتور. فكان أوكي. يشتغل، وحمودة كان بدبي أصلا بيشتغل، هو مصور أوريدي مسلسلات. فلما رجعنا بعد يعني تقريبا سنة ونص بعد ما انقطعنا يعني عن هذا الموضوع، كتبت أنا رديت رجعت فيلم قصير كان عنوانه كريم، واشتغل معنا فيه، كان مشروع تخرج للمخرج تبعنا اللي هو حالي ضرر الشواك، فيه هو كان مفروض يجي معنا اليوم. مزبوط، هو مخرجكم. فالسكريبت بس كتبته هيك، كان مشروع تخرج لضرر الشواك فيه، حكيت له في شاب بدي يجيبه معنا يعني يجي يمثل معنا. بدي اقعدك معه وتشوف ممكن شيء يعني يعجبك اذا بنتعرف على بعض. كان لسه ما بعرف لا درار بيعرف حسن ولا حسن بيعرف درار. قعدوا مع بعض، شافوا في ماتشز، حسن قال يعني درار لما شاف قال لنا شخصيتكم بتطلع مع بعض بالضبط، قال انت راح تعمل يعني ان شاء الله شيء حلو هيك. وصورنا الفيلم، حتى الفيلم اللي هو كريم احنا الحلقه الرابعه من منزلينهم على الانترنت من 13 حلقه، هي حلقه من الحلقات اللي هي فيلم كريم. احنا اصلا كنا معاملينها حلقه التسول يعني حلقه التسول كانت هي اول تجمع لنا يعني زي ما تفضل بطريقه رسميه يعني بالضبط يعني جديدة. كانت كبدايه صقل اللي هي فكره يعني انطرحت فكره بلشنا فيها الموضوع هيك، بلشنا نواجه اللي هي زي ما بيقولوا المنغصات او العثرات نتخطى واحده طبعا، والحمد لله ستيل رولينج يعني احنا داعسين على دعستنا. طيب هاني رح اسالك، انتم مجموعه من الاصحاب وجيران، واكيد انه في بينكم يمكن اكيد روح الفكاهه مشترك عشان هيك اجتمعتوا، بس اي فريق بيشتغل مع بعض وخصوصا لما يكون فيه ابداع تتضارب احيانا الافكار او ممكن كثير عقبات؟ بالعكس لا ما عم تتضارب، احنا بين بعض ابدا. طب قل لي ايش ممكن عقبات تواجهكم، كيف تتغلبوا على هاي العقبات لما بتواجهكم؟ يعني في آخر فترة بصراحة يعني أنا ويزن صرنا كيف بيحكوها ضد الصدمات يعني ضد آخر فترة بالضبط. يعني أنسي صرنا خلص يعني نتقبل أي صدمة أي مشكلة أي هذا بكل روح رحب يعني كل صدر رحب. فالموضوع خلص يعني صارت تصير مثلا مشاكل بالتصوير فنيا كذا 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 نحاول نتخطاها يعني، بس خلص اللي هو قدر الإمكان ما نوقف أو تكون خلص إنه هاي ستوب في حياتنا وستوب للإشي اللي عم نعمله.
الحمد لله يعني هينا عم نتخطى كل إشي يعني عم بصير، عم نعمل أفكار جديدة يعني الحمد لله يعني راح تعجب الكل إذا إن شاء الله. أنت أشوف أظن في معانا فيديو لكم، نقدر نشوف الفيديو ونكمل حديثنا؟ لا؟ إيش زعلوا منه لسه؟ طيب خلينا نشوف الفيديو مع بعض ونكمل حديثنا. تمام. صد رد. هذا البرنامج برعاية حمودة دباس، حضرتك المصور معاهم. هلا كل سكتشاتكم يعني كوميدية، ما بيصير معك أحيان وأنت عم بتصور مثلا تفقع من الضحك؟ طبعا أكيد، يعني مرات بكون في موقف مضحك إنه بنسى التصوير كله وبقعد أضحك على الشباب، مع إنه بكونوا مثلين قبلها يعني قدام عاملين بروفا، بس لما نبلش تصوير بتكون إشي تاني يعني. إشي تاني. ترتجلوا أنتوا بين نص الطريق وأنتوا عم تصوروا، بصير في ارتجال ولا كله بيكون؟ كله ارتجال. كله ارتجال. كان كله زي بيحكوا فريستايل يعني، ما في إشي ارتجالي. السكريبت حتى ما في ولا دايالوج ولا إشي بالحلقات اللي كانوا ينزلوا على الإنترنت اللي نزلناهم قبل، ولا أي حلقة كانت مكتوبة في إيش حسن يحكي إيش أنا. ولا هي بس بتكون الفكره احنا يعني بتحط الفكره، احنا حاطين الفكره بس نحط الفكره عليها يعني نعمل زي بروفا سريعه، بنحكي بنعرف انه مين اللي بده يحكي عشان ما ندخل على بعض ونخرب الحوار، بس ما في نص بس هيك يعني بدون نص يعني. عشان هيك قد ما تفهمي. طيب راح احكي مع ايهاب. هلا ايهاب زهير العراب تبعكم، كيف اكتشفتوا انه ايهاب ينضم لكم؟ امتى انضم لكم؟ امتى حسن؟ يلا بالبداية هاب طبعا كانت بداية معرفتي فيه بالحارة عندي، يعني طبعا أول مرة شفته فيها كان إنسي هيك. إيهاب هلا عمره 12 سنة، ما شاء الله 13 سنة، 13 سنة ما شاء الله، كان لسه زغنون فشفته بالحارة يعني، كان جارنا، بلشت يعني هيك أشوفه هيك يلفت انتباهي يعني حبيته، كان نمرود طبعا مجنن الحارة يعني، وقفني مثلا شرط السير كان وقفني إذا ما بتعطيني دينار غصب عنك بخالفك، يقول لي مثلا هيك يخالف الناس يمزح منك يعني، هي الشخصية اللي ظهرت بالضبط شغال بالعالم كان. في بداية سكتشاتنا يعني عند سكتش الخامس اللي هو بداية انضمامه لنا، سكتش اللي هو أيام زمان، كانت هي بداية أني جبته وعرفته على الشباب، لما تعرفوا عليه الشباب ما كانوا متوقعين أبدا اللي هو الصورة اللي جايب لهم إياها والشخص اللي جايب لهم إياها، ما كانوا متوقعين الصورة. حتى ولا قطعم حديثك حسن، لما أجا قبل بيوم أجا حسن عم نكتب، كنا خلص يعني منزلين الحلقة الرابعة على الناس، وكانت بدايتنا أنا يعني لسه بعد الحلقة الرابعة والناس صارت تستنى منا، يعني صارت عم تستنى إنه إيش صدرت هلا بده ينزل مثلا، إنه والله في حلقة ممكن إيش نزلوا، صرنا نقلق أكتر نركز أكتر نصف، فبالنسبة لنا إنه يعني نتوجه له أكتر بجدية لقيت زي حسن بحكي لنا انه انا بكره هيك هيك بكره راح اجي لكم خلص السكتش، ما كانوا مقتنعين بسكتش ايام الحاره وراح يكون ايام زمان، وايش راح احكي لكم يعني انا وانت يزن على اساس كبار وراح نتذكر حالنا واحنا صغار، وفي ولدين عندنا بحاره صغار حجيبه فكره يعني روح قلت يا زلمه حسن شو بتحكي يا زلمه شو اولاد صغار مين يعني مين بدك تجيب بتجيب اخوي يعني انا كيف حسبتها انه لو اخوي صغير يمثلني ايش راح تطلع بالضبط. ثاني يوم اجى حسن بصحيني الصبح قال لي بكره على 8 الصبح حاكل عندك، فمين فوت صحيني إيهاب، ووقتها كان الصدمة يوم بالمرة مش حلو ما حبيته. كيف صحيته إيهاب؟ قلت كيف صحيته؟ أحلى يوم بالحياة. تتذكر كيف صحيته ليزا؟ فوف إنسى ماتشك فوف ونايم. طيب إيهاب أكتر فيديو أخذ يعني مشاهدة أكتر من 1,300,000 مشاهدة هو الفيديو اللي بيغني فيه إيهاب ساكن قلبي، مش هو؟ هلا بغني لك إياها، غني لنا إياها إيهاب يلا. أول نظرة حبيت ايزي شو رحمة لنا اياها؟ طب ايزي بغني لهم ايزي انزل انزل ايزي ما ابغت ايوة بيت بيتك عادي. أول نظرة حبيت ايزي اجرب تمي استنى ايوة تزبط أول نظرة حبيت ايزي اجرب تمي ساكن عيني بارد اشوفك اشوفك حلمي هالغزال حتى تحسرة حسرة في قلبي حبيبي. إيهاب بعدين لما بتلحق الصبية بتقولها إيش هالحومرة إيش بتقولها يلا إيش سعد الله أنا شو الجينز كيف بحكي له شو الجينز بحكي إيش هالجينز أنت بتتسلى معهم لما يكون عندك تطلع تصور بتكون مبسوط إنك راح تصور معهم بفارقنا قصدك ما بفارقنا 24 ساعة مان مجنننا قال
بنام معنا وبصحى معنا وبطلع معنا ووين ما نروح معنا. يعني مش انه احنا إيهاب مش معتبرين انه ولد صغير معنا، فهمتي كيف؟ يعني صديقنا وعادي بنساله ومستشيره يعني واحد منه يعني فينا واحد فينا عادي، بس باقرب وقت اقرب فرصه بدنا نحاول خلص يعني العلاقات كلها تخف وخلص نبطل نحكي. طب إيهاب اهلك شو بيقولوا لك لما هيك بلشت بهذا الشغل مع اصحابك؟ شو بيقولوا لك اهلك؟ ولا شيء. يعني بيكونوا مبسوطين عليك؟ طبعاً. آه؟ زي شو بيقولوا؟ يعني إنه زي ممثل بمثل بمثل يعني لما تعمل تصوير وترجع على البيت بتكون مبسوط؟ إيش بيقول؟ يعني بتعمل تصوير تخلصوا تصوير وترجع على البيت بتكون مبسوط؟ مكيف. وإذا صبحك بدك تقوم عليك تصوير كمان؟ آه؟ بس حمل طول الصبح. طيب الساعة 5 الصبح بس بتكون صاحي متحمس بدك يعني تمثل معاهم. بالفعل انك عن جد مهضوم. طيب هلا شو نحن بنستنى اكيد نشوف افلام يعني مثلا سكتشاتكم برمضان. هلا قادر اتخيل انا لما بتصوروا ايش بيصير معاكم ومعه حق يعني حموده انه يفقع الضحك مش قادر يعني زي الفيلم هيك مثلا هذا مش فاهم كيف لانه مش موثيق 13 يعني ساعه برا ايهاب هيك شغل الافلام تبعته بالضبط 13 ساعه بوصل فيك بدي اسطر لك وجهك هو. طيب هلا نحن برمضان ايش بنتوقع نشوف؟ يعني شو بيختلفوا على اللي بنشوفهم دائما على يوتيوب؟ تاني يعني مود تاني؟ سكتشات جديده طبعا. فات معنا هلا الكرو كبر الحمد لله تبعنا، يعني معدات الحمد لله، يعني هينا عم نشتغل على موضوع الكواليتي على موضوع الكتاب. يعني معنا هلا في شاب اسمه علاء خوري اللي هو الكاتب الرئيسي تبعنا، هو مسؤول يعني في موضوع اداره العمل بخصوص التصوير والمشاهد والكتابة زي فيرست اي دي هو واسس والسكريبت رايتر جديد وبيعطي اللي هي الاندينج. وفي شاب اسمه احمد مهيرات مسؤول دي او بي دي او بي. والشباب التانيين يعني شباب ما شاء الله عليهم كلهم عندهم طموح عندهم ابداع، شباب كلهم حابين ينجحوا ويثبتوا للعالم انه احنا من ولا شيء ممكن يكون شيء. طبعا بصراحه ركزنا على شغله بالابسودز هاي بصراحه الشو تبع رمضان، حتى اي حدا كنا بنلاقي حدا عنده موهبه كان شاب زيه زينا نبلش من الصفر كنا نحاول نجيبه معنا اذا بنحس انه احنا بنقدر نساعده لما نطلعه عن طريق انه على الشو تبعنا او اي شيء. بالعكس كنا لحديت الان هي حتى في لسه قبل يومين انا وحسن التقينا مع شاب يعني كان شفنا عنده يعني ما شاء الله موهبه كثير رهيبه وتفاجئنا انا وحسن العرس هذا عرس هذا احد المواقف ما لم يقطع حديثك من احد المواقف الطريفه اللي رحنا على عرس قبل 3 ايام. العرس فيه 1200 شخص تقريبا ما شاء الله ونازلين زي تزقيف ودبكة ومشي مكيفين الشباب. فتنا أنا ويزان وحمودي وإيهاب طبعا عاوز كنا مدعوين العريس يعني ما بعرف شو بدي أحكي لك يعني الآخر شيء العريس يعني برقص لحاله صفة بالعرس يعني قلنا له خلص يا عمي بالله عليك يعني هاي من إحدى يعني هذا إشي يعني إحنا نفتخر فيه إشي ببسطنا يعني صح صح فالحمد لله يعني الحمد ان شاء الله في شيء حلو راح يعجب الكل ان شاء الله يعني اكيد لانه اشغالكم كثير حلوه شغلكم كثير حلو. هلا حد كان كلكم متفرغين للعمل مثلا حمودي متفرغ ويزن كنا مرتبطين واشتركنا انا وتركت وظيفتي ويزن نفس كلكم متفرغين وصار هذا هو اهلا وسهلا فيكم. شكرا. اهلا وسهلا يزن وهاني. اهلا وسهلا ايهاب واهلا وسهلا حمودي.